قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة التي تريد أن يكون لها برنامج اقتصادي طموح يحقق أمل مواطنيها يجب أن يكون لديها بنية تحتية متطورة وهدف لتلبية احتياجات المستثمرين من أجل جذبهم للاستثمار. وأكد الرئيس خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن: نفذنا عمليات صيانة لشبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية والشعب متحمل لنتيجة فهمه لرؤيتنا الواضحة، مشيرا إلى أن الأحداث عام 2011 قد أفرزت تحديات صعبة على البلاد ما زلنا نعاني منها. سأل حد على الضبعة امتى هنشتغل فيها أو امتى الفايدة منها ايه؟ يعني محطة الضبعة، وانا كلمت الكلام ده وفي كلام ما اقدرش اقوله كله كده، يعني نقدر نقوله كله ما نقدرش اقوله كله، لكن عايز اقول ان هي العلم والتكنولوجيا اللي موجوده في مثل هذه المشاريع نحن بحاجه ليها، واحنا بامتلاكنا لهذا المشروع هتتاح لنا هذه التكنولوجيا لينا ولعلمائنا والمهندسين والشغلين في هذا القطاع. طب هو تكلفته الماليه انا بقول لكم احنا خدنا شروط، يعني كان من ضمن الشروط ان احنا لا نعلن عن الشروط، مش كده؟ كان من ضمن الشروط ان احنا لا نعلن، انا بكلمكم بجد، ان احنا لا نعلن على الشروط، لان طبعا دي شركات عالميه بتشتغل مع الدنيا كلها. وما اخذناه، شوفوا مش هنتعاقد على موضوع الا اذا كان يمثل بالنسبه لنا فرصه حقيقيه لا تكرر. احنا هناخد تشتغل المحطات وتنتج الكهرباء ونبتدي ندفع اول قسط بعد 5 سنين من الانتاج، مش كده، وندفع على 25 سنة بفايدة كام؟ مش هقدر، لا مش يعني كده. فأقصد أقول، ثم أنا عايز أربع بقى لأخونا اللي بيتكلم في المنطقة الغربية أو على الساحل الشمالي، يعني لا، ده المنطقة الغربية لها مشاريع ما فيش كلام. احنا بنتكلم على مدينة العالمين، بنتكلم على مدينة جرجوب وميناء جرجوب التجاري، وبنتكلم على يعني مدينة أخرى مش هنقدر نتكلم عنها دلوقتي، مش كده؟ كفاية كده. دكتورة سماء، يعني في ظل خطاب الرئيس خلال المؤتمر الصحفي يعني نستطيع أن نقول عنه الودود، ما هي قراءتك بشأن حديث الرئيس عن المشروعات بشكل عام ومصارحته للمصريين بشأن الوضع الاقتصادي بشكل خاص؟ هو الحقيقة ده شيء مش جديد على الرئيس السيسي، ان هو اصلا من اول ما كان مترشح للرئاسة كان واضح تماما وكان شفاف، كان حديثه بيتسم بالشفافية في تعامله مع المواطن المصري او الناخب المصري انذاك، وهو عرض الحقيقة يعني التحديات اللي بتواجهنا في الوقت ده، وقال انا مش هقدر اوعد بالكثير لان هو بيدرك التغيرات اللي بتحصل على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي، وبالتالي ما كانش هيقدر يدينا وعود. لكن حجم الاستثمارات اللي تم انجازها الحقيقة كان مفاجئ جدا، مش بس للمصريين، كمان في المنطقة وعلى مستوى العالم، وهم قدروا ده بشكل كبير. الشيء الجميل في الموضوع ان هو حمل المواطن المصري ان هو سبب هذا الانجاز، لان هو تحمل معاه القرارات الاقتصادية الجريئة اللي اتخذها الرئيس السيسي، وكان من المفترض انها تؤخذ من سنوات كثيرة جدا، وكان من المفترض ان احنا بنجني ثمارها حاليا. فبالتالي البطل المشهد مع الرئيس السيسي هو الشعب المصري، ما في شك. يمكن سيادة الرئيس نوه في حديثه عن مشروع الضبع، مشروع الضبع مشروع تنمية متكامل لمنطقة الساحل، بالإضافة إن هو بيعمل تنوع لمزيج الطاقة اللي احنا محتاجينه في مصر. أيضا هو بيعزز مكانة مصر الإقليمية وبيضع مصر على تقدم تكنولوجي عالي جدا، كمان بيفتح لنا المجالات كثيرة بالنسبة لإنتاج الطاقة الكهربائية أو لاستخدامها في مجالات الطب وخاصة الأدوية والنظائر المشعة، كذلك في التطبيقات الصناعية. يعني هو هيساعد على نهضة متكاملة في مصر كلها.